اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازلنا في الحديث السابع من احاديث باب جوامع التوحيد من كتاب الكافي الشريف وهو خطبه لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام حول توحيد الرب سبحانه وتعالى وصلنا الى هذا المقطع حيث يقول عليه السلام وقطع عذرهم بالحجج فعن بينه هلك من هلك وبمنه نجا من نجا ولله الفضل مبدئا ومعيدا الى اخر الخطبه المباركه. في هذا المقطع يقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام ان الله سبحانه وتعالى جعل الحجه البالغه فلا حجه لاحد على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حينما أراد للناس أن يعيشوا على كيفية خاصة فهو حباهم بالعقل وهو رسوله الباطني فكل إنسان بعقله يدرك أن له ربا ويدرك بعض الأمور التي هي أساس التحسين والتقبيح يدرك حسن العدل وقبح الظلم وما يترتب عليهما وحباه برسل ظاهرين وهم الأنبياء ومن بعد الأنبياء الأئمة الأوصياء فلذلك بعض الأمور الإنسان يصل إليها بعقله فالعقل يكون حجة عليه وبعض الأمور الإنسان لا يصل إليها بعقله فالرسل جاءوا وبينوها أو بينوه للإنسان فلذا الحجة تامة في يوم القيامة لا يتمكن الناس من ان يحتجوا على الله سبحانه وتعالى بل له الحجه التي ابلغها اليهم يقول سبحانه وتعالى في سوره الانعام فلله الحجه البالغه وايضا يقول في سوره طه ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. وفي ايه اخرى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا". فاذا الله سبحانه وتعالى يتم الحجه على الناس. لا يتمكن احد من الناس في يوم القيامه ان يحتج على الله سبحانه وتعالى. بل الله يحتج عليه ويبكته في, في حجته. نعم، هناك بعض المستضعفين التي اشارت الذين اشارت اليهم آيه من آيات القرآن، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أو حسب ما يعبر عنها العلماء بالجاهل القاصر. لأن الجاهل المقصر هذا الحجة تام عليه لأنه هو قصر في جهله لكن هناك جهل قاصرون يعني لم يكن يتمكن من الوصول إلى الحجة، ولم تصله الحجة لا بتقصير منه مثلا أطفال الكفار الذين ماتوا قبل أن يدركوا طفل من اطفال الكفار عمره سنه ستة اشهر مات هذا الشخص جاهل قاصر معذور او مستضعف كان لكن مع عذر له فهنا لان الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم وتعذيب هؤلاء ظلم لانهم لم يكونوا يقدروا على الهداية فلذلك حسب ما في الأحاديث هؤلاء يختبرون في يوم القيامة مرة أخرى الله سبحانه وتعالى يخلق نارا حسب ما في بعض الأحاديث ويأمرهم بدخولها فمن دخل فيها نجا ومن لم يدخلها عصى باختياره فيستحق أن يكون من أهل النار فإذا الله سبحانه وتعالى عامة الناس قطع عذرهم بالحجج. فعن بينة هلك من هلك. الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال يقول: "ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة" في آية اخرى الله سبحانه وتعالى يقول قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي فإذا الله سبحانه وتعالى جعل الحجة فإذا واحد يهلك بعدم اتباعه الحجة فهذا عن بينة يعني عن, عن أمر واضح لا لبس فيه وإذا كانت له حياة معنوية بالإيمان فعن بين يكون لا أنه يكون مثل بعض المشركين الذين كانوا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون المسلم يجب أن لا يكون هكذا أنه رأى أباه مسلما فهو استمر على تلك الطريقة يلزم ان يكون اعتقاده بالله وبالرسول وبالمعاد باصول الدين عن دليل وبرهان ولذا يذكر العلماء انه لا تقليد في اصول الدين حتى الانسان العامي اعتقاده بالله وبالرسول وبالمعاد وبسائر اصول الدين يجب ان يكون عن دليل ولو هذا الدليل دليل فطري ارتكازي وان لم يتمكن من التعبير عن هذا الدليل بالعبارات العلميه والاصطلاحات الكلاميه. نظير تلك المراه التي كانت تحرك المغزل حسب ما روي ان رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه مروا بها فكانت تغزل وتحرك المغزل. فسالها الرسول صلى الله عليه واله سال هذه المراه العجوز عن الدليل على ان لها ربا فتوقفت عن تحريك المغزل الحركه تدل على المحرك فكما ان هذا المغزل الصغير يحتاج الى من يحركه ولو لم يكن هناك محرك لم يتحرك فهذا الكون هذه الارض هذه السماء النجوم هذه الحركة العظيمة الموجودة لا يعقل أن تكون بدون محرك فالرسول صلى الله عليه وآله حسب الرواية قال عليكم بدين العجائز هذه مرأة عجوزة ولعلها كانت أمية لكن بفطرتها بفطرتها استدلت على وجود الله سبحانه وتعالى إذن في مسائل أصول الدين الإنسان لا يقلد هو صغير زين على طريقه ابوه وامه واجداده لكن عندما نضج عندما نضج ووصل الى المستوى الادراك العقلي يجب عن ان يبحث عن الادله حتى يكون اعتقاده باسلام بالاسلام لا لمجرد تقليد عن ابويه وعن مجتمعه وانما عن قناعه وعن دليل والله سبحانه وتعالى قد جعل الادله سنريهم اياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا ليهلك من هلك عن بينة يعني عن أمر واضح ويحيا من حي عن بينة يعني يهلك بالكفر أو يحيا بالإيمان زين. فإذا هذا هلك عن بينة وإذا نجا عن بينة ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى كل كمال يرجع إليه. أي كمال موجود يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والهداية كمال فهي من الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طبعا الله سبحانه وتعالى ليست مشيئته اعتباطية وإنما هو حكيم والحكيم مشيئته لا تكون عن اعتباط وعن عبث. الله سبحانه وتعالى يهدي الذي اوجد في نفسه القابلية للهداية ويضل الذي سبب فقدان قابلية الايمان الله يهدي لكن يهدي من؟ الذي له القابلية بحسن عمله وبحسن نيته الله سبحانه وتعالى يجده قابلا للهدايه فيهديه ويزيده هدايه والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. اما الشخص الذي رفض الهدايه الربانيه بسوء عمله واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى الله سبحانه وتعالى ارسل اليهم نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام على نبينا وآله وأرسل لهم معجزة بينة وهي الناقة وفصيل تلك الناقة إذن فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها الله سبحانه وتعالى أرسل لهم الهداية رفضوها فلما رفضوها الله سبحانه وتعالى خذلهم فلما قتلوا الناقه الله سبحانه وتعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها لذا الامام عليه الصلاه والسلام يقول وبمنه نجا من نجا كما قال سبحانه وتعالى بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين المنه هي تذكير الغير بالنعمه على وجه التطاول عليه على وجه الاستعلاء عليه يعني افرض واحد انعم على شخص بعد ذلك يذكره بتلك النعمه انا فعلت كذا وانا فعلت كذا ولولا انا أنت لم تكن شيئاً على وجه الاستعلاء مرة يكون تذكير بالنعمة لا على وجه الاستعلاء لغرض آخر هذا لا يسمى منا المن التذكير بالنعمة على وجه الاستعلاء الله سبحانه وتعالى هو العالي المتعالي يمن على مخلوقاته يذكرهم بالنعم على وجه الاستعلاء عليهم لأنه هو المتكبر الكبير العالي المتعالي ولكن هذا تذكيره لاجل مصلحتهم. فرعون لعنه الله حينما جاءه موسى مبلغا من قبل الله سبحانه وتعالى اذهب الى فرعون انه طغى. زين فرعون ماذا قال لموسى؟ اراد ان يمن عليه. قال: الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ ماذا يقول له موسى عليه السلام وعلى نبينا واله وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل؟ يعني انت مقابل الجرائم الكبرى تريد تمن علي بانك ربيتني في بيتك او ابوك رباني في بيته وانا صغير وانه كنت في قصركم لسنوات معدوده؟ فأنا أترك جرائمك لأجل هذه النعمة التي أنت تريد أن تمنها علي إذن الله سبحانه وتعالى له المن على عباده يمن على عباده لكن العباد يمن بعضهم على بعض هذا من رذائل الأخلاق لذا الرسول صلى الله عليه وآله ما كان يمن على أحد نعمة مع أنه هو المتفضل عليهم وهو الأعلى منهم لأن الله سبحانه وتعالى فضله على سائر الناس لكن المخلوق ليس من المناسب أن يمن على مخلوق آخر لكن الخالق يمن على المخلوق وهذا لا بأس به بل هو من صفات الله سبحانه وتعالى أنه المنان وبمنه نجا من نجا ولله الفضل مبدئا ومعيدا يعني الله سبحانه وتعالى في البدايه اعطانا الفطره قبل الفطره خلقنا قدر الخير لنا له الفضل الله سبحانه وتعالى في المعاد قدر النعيم والجنان للمؤمنين لمن اطاعوه له الفضل سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد. وقال سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره. الفضل والرحمه في الدنيا عامه للجميع. رحمتي وسعت كل شيء. اما في الاخره خاصه بالمؤمنين لانهم بحسن اختيارهم اوجدوا القابليه في انفسهم لكي ينعم الرب سبحانه وتعالى ويتفضل عليهم بمزيد من رحمته بالرضوان والجنان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره، لذا الامام يقول ولله الفضل مبدئا ومعيدا. ابتداء الفضل استمرار الفضل، الفضل, الفضل في الدنيا الفضل في الاخره، والذين اهتدوا زادهم هدى. الاهتداء الاول فضل من الله، الاهتداء الثاني وهو زيادة الهدى ايضا هو فضل من الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك الامام عليه الصلاة والسلام ينتقل الى مقطع اخر من مسائل التوحيد وهو ان الحمد لله سبحانه وتعالى. يقول ثم ان الله وله الحمد افتتح الحمد لنفسه وختم امر الدنيا ومحل الآخرة بالحمد لنفسه، فقال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى افتتح القرآن الكريم بالحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الآخرة الختام ايضا يكون بالحمد له الحمد في الاولى والاخره الايه التي يستشهد بها الامام عليه الصلاه والسلام وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين القائل الناس الملائكه والله سبحانه وتعالى ان نحمد الرب الله سبحانه وتعالى هو الذي بدا بحمد نفسه قبل ان يخلق الخلق او في حين خلق الخلق وعلمهم الحمد واختتم امرهم بالحمد لان الحمد هذا امر في غايه درجه عبوديه المخلوق للخالق لذا يذكرون في علم الكلام أن شكر المنعم واجب وبالتعبير الأدق حمد المنعم واجب إذا واحد أنعم عليك أن تحمده الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم أصل النعم هو خلقنا لانه لو لم يخلقنا لما كنا شيئا مذكورا فاصل النعم هو الايجاد بعد ان اوجد غمرنا بالنعم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها يعني الانسان اذا يرى جسد نفسه في اعضاء كثيره ولحد الان مع التطور في علم التشريح، في علم وظائف الاعضاء، في علم الطب، في علوم اخرى، لا زال ما نجهله وما يجهله العلم الحديث من جسم الانسان اكثر مما يعلمه. وكل يوم يمر وهناك اكتشافات جديده، هذا في جانب الجسم. في جانب النفس ايضا كذلك، هناك علم النفس وعلوم ترتبط بعلم النفس. وكلما نرى شيئا نجد انها نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى فاصل النعم الايجاد ثم بعد ذلك العقل الذي ميز الانسان عن الحيوانات هذه من نعم الله الكبرى على الانسان وفي الحديث الشريف ان الله سبحانه وتعالى خلق العقل فقال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا احب الي منك بك اثيب وبك اعاقب. الانسان بالعقل امتاز عن سائر الحيوانات، بالعقل استحق ان يعني صارت له قابليه ان يكلفه الرب سبحانه وتعالى، وهذه نعمه كبرى ان الله كلفنا، الحيوانات ليست مكلفه وانما تسير بغرائزها. أما نحن الله سبحانه وتعالى كلفنا يعني وجد الإنسان قابلا في أن يأمره وأن ينهى كفى بي فخرا أن أكون لك عبدا في الدعاء كفى بي فخرا أن أكون لك عبدا الآن متعارف خاصة بالنسبة للبنات حينما يصلون إلى سن البلوغ في بعض المجتمعات متعارف يحتفلون لهن احتفال بوصولهن بسن التكليف ان هذا نعمه كبرى من الله سبحانه وتعالى، هذه نعمه كبرى من الله ان الانسان الرب سبحانه وتعالى يخاطبه يا ايها الذين امنوا افعلوا كذا، افعلوا كذا، افعل كذا، لا تفعل كذا. في بعض الاديان او المذاهب يعتقدون أن مثلا الإنسان لا يكلف إلا وهو يبلغ أربعين سنة إذا صار عمره أربعين سنة يصير مكلف يعني قبل الأربعين هو كالبهيمة مثلا هذا تحقير لهذا الإنسان أو في بعضهم أو بعض معتقداتهم يعتقدون أنه المرأة غير مكلفة التكليف للرجل هذا تحقير للمرأة التكليف هو نعمة كبرى هذا ايضا من نعم الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك النعم المادية والمعنوية، الله سبحانه وتعالى ارسل الرسل اختار اوصياء لهؤلاء الرسل، هذه نعم كبرى على الانسان. النعم المعنوية الأخرى والنعم المادية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه غير مخصوصة بالنعم المادية، الأذهان تنصرف إلى الأكل وإلى الشرب مثلاً. وإلى الزواج وإلى التمتع في الحياة الدنيا، هذه نعم من الله سبحانه وتعالى ولكن النعم المعنوية هي أكبر من هذه النعم المادية، ولذا في الجنة الله سبحانه وتعالى يعدد النعم المادية وفي النهاية يقول ورضوان من الله أكبر. يعني النعمة المعنوية أهم وأكبر من هذه النعم المادية، صحيح القصر في الجنة والحور وال ولدان المخلدون واكلها دائم هذه نعم عظمى من الله سبحانه وتعالى وفضل منه بالنسبه للانسان لكن رضوان من الله اكبر، الانسان يشعر بان الرب راض عنه هذا الشعور فيه من اللذه اكثر بكثير من اللذة من اللذه الماديه، فاذا الامام يقول عليه الصلاه والسلام ثم إن الله وله الحمد افتتح الحمد لنفسه وختم أمر الدنيا ومحل الآخرة ويمكن أن يقرأ محل الآخرة بمعنى اسم مكان يعني حلول الآخرة أو مكان الآخرة بالحمد لنفسه فقال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وفي آية أخرى بالنسبة إلى أهل الجنة و وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أحد العلماء سمعته يقول الناس بعضهم يتصور أن, الدن أن الآخرة محل الشهوات طبعا هناك نعم الله سبحانه وتعالى في الآخرة كثيرة ولكن الإنسان في الآخرة يتكامل ليس هناك مجرد نعيم مادي تكامل موجود في الاخره صحيح لا يوجد تكليف الانسان غير مكلف في الاخره في الجنه غير مكلف لكن الانسان لانه وصل الى درجه يشعر بعمق مخلوقيته وبعمق وارتفاع فضل الله سبحانه وتعالى عليه هو بدون ان يكون مكلف يحمد الرب واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين وذاك يزيد من نعمه ويزيد من كماله يعني الكمال بالنسبه للانسان في الجنه لا يتوقف عند حد فكلما مضى زمان الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه يسبب التكامل في الانسان فلا يتوقف التكامل الى حد، لان الانسان ممكن والممكن قابل للتكامل باستمرار، وفوق كل ذي علم عليم، علمه يزداد مثلا. معرفته تزداد. وكماله يزداد. وكلما ازداد كمالا ازداد نعيما. اذا الله سبحانه وتعالى من فضله على الناس ان بنى اساس هذا الكون على الحمد وختمه على الحمد في الدنيا وفي الاخره وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المخلوقات وعلى الانسان بالخصوص ثم بعد ذلك الامام عليه الصلاه والسلام ينتقل الى مقطع اخر من مسائل التوحيد يقول الحمد لله اللابس الكبرياء بلا تجسيد الله سبحانه وتعالى الكبرياء من صفته والكبرياء من صفة الذات يعني الله سبحانه وتعالى هو عال بالذات له السلطان القاهر بالذات لأن المالكية من صفات الذات لله سبحانه وتعالى كالعلم لا يحتاج إلى مملوك العلم لا يحتاج إلى معلوم الله كان عالم كان عالما إذ لا معلوم وهو مالك اذ لا مملوك نعم الملكيه الاعتباريه بين الناس هذه ترتبط بوجود المملوك مالك ومملوك حسب ما يعبرون متضايفان هذه الملكيه الاعتباريه لا يعقل ان يكون هناك مالك بدون مملوك او مملوك بدون مالك لكن بالنسبه الى الملكيه الحقيقيه كالعلم العلم بدون معلوم بالنسبة إلى علومنا مستحيل لأن العلم والمعلوم متضايفان ولو هذا المعلوم الصورة الذهنية. لكن بالنسبة إلى علم الرب سبحانه وتعالى الذي لا نعلم كنهه وحقيقته لا تضايف بين العلم والمعلوم، لذا الله عالم إذ لا معلوم. كذلك الملك الله سبحانه وتعالى مالك إذ لا مملوك. فالله له السلطان القاهر، له العلو الذاتي. له الكبرياء وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم فاذا الله سبحانه وتعالى لابس الكبرياء لكن عندما نقول لابس لا نقصد انه هو الجسم والكبرياء كثوب عليه فهذا تشبيه وهذا تجسيد والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك فحينما نقول لابس الكبرياء يعني المتصف بالكبرياء وهذا الاتصاف من غير ان نجسد الرب عكس ما يقوله المجسمه والمشبهه الذين يشبهون الرب بمخلوقاته سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، لذا الامام يقول الحمد لله اللابس الكبرياء بغير تجسيد الى اخر الخطبه لان الوقت انتهى المقاطع الأخرى من الخطبة ندعوها إلى حديث قادم بإذن الله سبحانه وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين